طريق دمشق الدولي بين المحافظات السورية مفتوح ولا صحة لما تناقلته القنوات المشاركة بجريمة سفك الدم السوري عن إغلاقه وشلل حركة عبوره. ويعود الفضل لأشاوس جيشنا ممن نذلوا روحهم رخيصة لتبقى سوريا حرة مصانة كي لا يعطوا لوكلاء إسرائيل في سوريا مرادهم. لا تنفك القنوات الشركة بجريمة سفك الدم السوري في تصوير واقع افتراضي، وآخر إبداعاتها أن الطريق الأوتوستراد الدولي بين العاصمة دمشق وباقي المحافظات السورية مقطوع، وها هم من يرتادون هذا الطريق الدولي بالصوت والصورة يفضحون ويضحضون. تحكينا بعد إذنك كيف وضع الطريق؟ الحمد لله بخير وما في شيء، الحمد لله بإذن الله تعالى. خاتم عم يقولوا إنه في على الطريق أنص وقتل لا لا لا، الحمد لله ما في شيء، إن شاء الله الله يسلمك ويبعد الأولاد الحرام عنيك يا رب. طب نحن أهلا وين موجودين؟ احنا بحرستا. نحن وين موجودين أخي؟ عند الصورة البانورامية أوتوستراد حرستا. كيف الوضع؟ كيف شفت الوضع؟ والله ماشيين عادي، ما في شيء، يعني الأمور سليمة إن شاء الله. يعني أختي الكريم شو بتحكي لنا؟ كيف شايفي وضع الطريق؟ الطريق تمام ما في شيء، ونحن هلا استراد حرستا عند البانوراما، والله يحمي الجيش وينصر سوريا وتحكينا اختي الكريمه. طيب كيف شايفه حركه السير؟ هل هي بحركتها العاديه ولا في مشاكل او لا؟ حركتها العاديه ما في اي مشاكل، وضع السير تمام ما في اي مشاكل، والله ينصر سوريا الحمد لله تمام. هل عم تتناقلوا قنوات المشارك بسفك الدم السوري؟ هل هذا صحيح؟ لا كلها فبركات دول الخليج وغيرها يعني، وكله كذب. كلهم كذابين والله، هاي الحقيقة وهاي الواقع. طريق سالك وأمان يعني، هاي نحن في الطريق حاليا يعني. إن شاء الله سليم، سليم 100% إن شاء الله بسبب جهودكم. هلا إحنا استراد حرستا. الوضع آمن والحمد لله بفضل الجيش السوري. لا هذا غير صحيح، وهي قنوات تضليلية وكاذبة. احنا يوميا بشكل يومي عم نروح من نيجي. طب اخي الكريم وين موجود حضرتك هلا؟ بالابون على طريق استراد دمشق حمص. الأخطار التي كانت تعترض حركة الأشخاص والنقل في تلك المنطقة بسبب قيام العصابات الإرهابية المسلحة بقطع الطرقات وأعمال القنص ومنع المسافرين من التوجه إلى أماكن عملهم وبيوتهم زالت، وأصوات سماع إطلاق النار ما هي إلا دك جيشنا الباسل لجموع إرهابيهم لتصبح حركة الطريق طبيعية. احنا واقفين بحرستا ناحية البانوراما، والله أمي شو بدي أحكي لك، يعني تخريب ودمار ومو مخلين حدا من شرنا، الله ريحنا منهم، الله يصطفل فيهم بجاه الحبيب محمد، وأنا فلسطينية من صفد. لك الله يحميك يا رب. ويحمي. يعني وضع الطريق تمام. تمام الحمد لله بفضل هذول النوارة البلد. ما في أحلى من هيك ماما. والأمور بألف خير والحمد والشكر، والله حييكم ماما. الله ربها. خليكم ويحميكم. وانا عندي ثلاث اولاد، امي كلهم فدا الوطن، وانا فلسطينيه من صفد. جاي من طرطوس لحمص لهون بالف خير، كله بالف خير، الطريق كويس ممتاز بالف خير وكويس، وفي حواجز كويس ومأمنين حراسه كويسه للناس. انا جاي من رحيبه لهون. الوضع امن؟ امن الحمد لله. لا لا ما في شيء، مشاكل ما في نهائيا يعني، الحمد لله تمام الطريق. انا يومين عم امر من هون الحمد لله تمام الطريق يعني، بإذن الله تمام الطريق. دولي. هذا أسراد دولي ليه؟ الطريق حمص هذا. وجود هرجال هذول، الطريق آمن والدنيا كلها آمنة، وإن شاء الله يعني غيمة وزاحت، غيمة وزاحت وخلصت إن شاء الله. يعني الطريق آمن؟ الطريق آمن، ليكنا طالعين وليك معي 14 راكب. وينك أنت هلا؟ وين؟ أنا هلا بحرستا. لوين متجه؟ بحرستا متجه على عدرا. المسافرون على الطريق لا يشعرون بالأمن والأمان إلا برؤية العين الساهرة، وهي تؤمنه بالكامل وتحمي سياج الوطن. فحمى الله هذا الجيش من كل مكروه ونصره.